اخوتي المغاربه شوفوا هذا الفيديو، هذا مناظر صادمه صراحه. هذا الشيء هذا وقع البارح في مدينه العيون، الناس فرحانين لانه المنتخب الوطني ديال المغرب خسر. يعني هاد الناس ما عرفناش واش مغاربه ولا ماشي مغاربه ولا ما عرفناش، هادو راه خاونا، هادو راه قنبله موقوته عندك في البلاد مستعدين للانفجار في اي لحظه. يعني الا كانت شي حرب ولا شي حاجه هادو ما غيكونوش معاك، هادو راه غيكونوا مع الجزائر. ولا عقلتو اخوتي فاش كانت وقعت الازمه بين المغرب واسبانيا، خرجوا شي ناس ريافه وماشي كلشي، ماشي نعمم، شوف ملي نهضر ماشي نعمم، خرجوا شي ناس في الريف وشي ناس في الشمال قال لك حنا مع اسبانيا، فيفا اسبانيا. يعني واش هاد الناس واش ما قارينش حب الوطنيه، مش عارفوش شنو هو حب الوطنيه ولا حب الوطن ولا هذا، ماشي عارفوش ما قراوش، ما خص اعاده النظر في هاد البلاد هادي من الاساس ديالها للراس ديالها. يعني مناظر صادمه صراحه، انا ما تفهم والو. يعني واش هاد الجزائريين اللي تيشجعوا في البلاد ديالهم واش عايشين في الرفاهيه؟ لا، باش تقوليش البلاد داكشي البلاد ما عاطيهناش، لا هاد البلاد هما ما عاطيهمش. ما شوف هانت شوف هاد الصحراوه مثلا لي كات كات، يعني عايشين رفاهيه في الصحراء، ماشي نعرف الصحراء مزيان، عايشه رفاهيه ومع ذلك ما تيحملوش المغاربه وما تيحملوش البلاد. يعني هاد الناس راه خصك تحيدهم من هاد البلاد هادي، دير معاهم اللازم. يعني ما خصهمش يبقاو معانا في البلاد هادو، خطر علينا، شي شكلو خطر على الامن القومي المغربي. كيفاش هاد الناس مخليهم لي انا هنا، هادو عديان ديالي، هادو تيتسناوني غنطيح باش يديروا فيا الغرائب والعجائب، وانت مخليهم ليا في البلاد علاش؟ وبزاف عاوتاني في المغاربه ديالنا، دوك اللحاس ديالنا اللي شي تلحسوا على ودي شي وحدين ما فهمناهمش، واش جزائريين ولا مغاربه ولا واش البلاد ما كاينش اللي تيبغيها، ما كاينش اللي قال لي باغيها ولا شنو؟ شنو دارت لكم هاد البلاد هادي؟ تقتل فيكم شنو دارت لي؟ وهما الجزائريين انتوما جيعانين كثر من عايشين الميزيريه في بلادهم، علاش يبغوا البلاد؟ وريني جزائري واحد هاز المنتخب المغربي وشي تيهلل وتيفرح، ما كاينش ما كاينش، ما تلقاش والله ما تلقاش. انا نعرفهم مزيان، انا نعرفهم مزيان، ما تقول لي اشرح له الموري روح رياضيه ولا هذا، ما كايناش روح رياضيه، راه لاعب المنتخب الوطني، راه تيمثل البلاد هذاك المنتخب هذا، كيفاش تشجع منتخب اخر؟ يعني خاص اعاده النظر في التركيبه ديال هاد البلاد هذه. راه شوف راه كاينين الناس وطنيه، راه كاين الناس وطنيه وتشموش على المغرب، ولكن راه بانوا لي اقليه قدام هادشي اللي تيوقع. كيفاش عندنا وجداتهم البارح فرحانين، وجاده ماشي كاملين، وجداتهم البارح محبسين طريق وفرحانين، كيفاش؟ ما شي حوايج غريبه عجيبه. يعني الناس هذو اللي في هذه الصحراء اللي ما كانوش باغيين هذه البلاد، صافي هزوهم ديهم للجزائر، صافي ديهم للجزائر يشجعوا الجزائر من باش يديروا لنا. وداروا التخريب اخوتي، راه داروا البارح، راه تضربوا بالحجر، ضربوا السلطات بالحجر وداروا كل شيء. يعني شوف شوف هذا الشيء العبث العبث.